مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء مساء الورد والفل والياسمين وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي جمعه مباركه عليكم جميعا كلنا انشغلنا وسمعنا عن الزوج اللي بعد 11 سنه جواز اكتشف ان مراته كانت بتخونه وان اولاده كمان او بناته مش بناته او مش اولاده للأسف الشديد وبعد ما حلل دي إن إيه وطلع في الميديا والسوشيال ميديا يتكلم قد إيه هو حاسس بالصدمة الفظيعة وقهر الرجال حاسس إنه مقهور أو مقهور على الخيانة الزوجية اللي حصلت أيا كان بقى الموضوع يعني في ناس بتقول ممكن تكون هي مظلومة وفي ناس بتقول ممكن يكون هو اللي ظالم أيا كان مين الظالم ومين المظلوم أنا النهاردة جاي أقول للرجالة تعالوا كده أقعد قدامي أمسك الورق والقلم وهقولك إزاي تعرف الخيانة الزوجية هقولك على بعض الخطوات اللي تعرف بيها إذا كان في خيانة زوجية ولا مفيش عشان لا قدر الله ما يحصلش الموقف ده لأي حد من مشاهدينا إن شاء الله أول حاجة الزوجة لو عملت إيه تعرف إن في شبهة لخيانة زوجية أول نقطة كثرة الكذب تلاقيها بتكذب على طول طبعا هي بتكذب وما تقدرش تقول الحقيقه لان هي بتخون فعندها اسرار وعندها حاجات بتداريها فبالتالي الزوجه اللي تلاقيها بتكذب كتير تعرف ان في حاجه غلط فده تحذير كده او جهاز انذار بيقولك شوف ايه الموضوع تاني حاجه تلاقي دايما اسرارك بتقولها لده ولده ولده ده وبتقولها بشكل ايه يعني بتشتكي ودايما تشتكي للرجاله بالذات طب انت بتشتكي ليه عشان يجي يسطب عليك الراجل ويقول لك يا حرام ده انت مظلومه طب ايه تعالى عوضك فلو هي بتفشي اسرارك يبقى في انذار لشيء خطر قادم خد بالك طبعا ثالث نقطه الاهمال وقله الاهتمام يعني تهملك زي يعني ولا تهتم باكلك ولا بشربك ولا ببيتها ولا بلبسك ولا 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 لما تلاقي اهمال وقلة اهتمام تعرف ان هي في حاجة تانية شغلاها ممكن الشغل ده يكون مش لازم يعني خيانة زوجية بس لازم تكون عارف ان ده جرس انذار بيدل على ان في حاجة تانية شغلها عنك كثرة الشرود يعني ايه كثرة الشرود تلاقيها كده قاعدة بتفكر ومهمومة او بتفكر في حاجة وانت مش عارف ايه هي الحاجة اللي بتفكر فيها دي ممكن تكون بتفكر في في ال في ال يعني في الهموم الزوجية وما إلى ذلك ولكن كثرة الشرود هي دايما مش معاك يبقى ممكن يكون ده إنذار لوجود علاقة في حياة زوجك يعني مراتك ولازم تاخد بالك من نقطة زي دي كثرة الانشغال تلاقيها دايما مشغولة مشغولة عنك مشغولة عنك بحاجات كتير ومهملات تماما هي الزوجة لو بتحب جوزها حتى لو مشغولة شوية هتبقى عايزة تحافظ على الراجل ده فاللي هو تنشغل شويه وتحاول تعوض شويه ويبقى عندها دايما عقده الذنب ان هي مش مقدره او مش مش عامله واجبها على اكمل وجه فلما تلاقيها انشغلت كتير عنك تعرف ان في حاجه في حياتها جدت فلازم تاخد بالك وتبدا تفتش وتبحث وراها اهم سبب واهم حاجه تخليك تبحث ورا زوجتك وتحس ان هي ممكن تكون بتخونك الهروب من العلاقه الحميمه لان طبعا الست معروفه ان اللي بيمشيها هو قلبها فلو مش بتحب جوزها وبتحب رجل تاني طبعا مش هتبقى قادره ان جوزها يلمسها فتلاقيها دايما بتتهرب من العلاقه الحميمه معاك فلازم تاخد بالك من نقطه زي دي. نقطه ثانيه الزوجه لو شايفه انك كلك عيوب وعماله تطلع فيك عيوب ومش شايفه غير عيوبك ودايما تنتقدك قدام اهلك قدام الناس بتنتقدك بتشتكي منك كتير وبتنتقدك ومش شايفه فيك اي حاجه كويسه تعرف ان ليه في عندها بديل هي شايفاه الهيرو بتاعها او حد واو فلازم تاخد بالك ولازم ده يكون جرس انذار ليك ان ممكن يكون في خيانه زوجيه لو شايفها دايما ماسكه الموبايل وبتعمل شاتنج مع حد وانت مش عارفه. لا حضرتك اعرف بتعمل شات مع مين. ما هو المشكله ان الخيانه دلوقتي بتبدا بالموبايل وبتبدا بالشات وبتبدا بالماسنجر والواتساب وانتي جميله وانا معجب بيكي وانتي ما حصلتيش وانتي وانت كلمه في حدوته في خيانه. طب وليه كل ده؟ خليك انت متابع جواك كويس جدا علشان لا الله ما يحصلش خيانه وطبعا زي ما قلت لحضراتكم القضيه اللي انشغل بيها الميديا والسوشيال ميديا بتاعه الزوج بلاش نذكر اسمه ولكن هذا الزوج عنده ثلاث اولاد وللاسف الشديد بعد 11 سنه اكتشف ان هم مش ولاده فان شاء الله لو اتبعت هذه الخطوات لن تقع في هذا المازق مشاهدينا الاعزاء هنطلع مع بعض فاصل وهنرجع من الفاصل نشوف مع بعض تقرير عن جزاره ومزارع افندينا ابقوا معنا